قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التهنئة لكل من أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وسارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، ومحمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف. وعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تقديره لعزيمة وإرادة شباب مصر التي تعد مصدرا لفخر وطننا الغالي.